بمناسبة عيد القيامة المجيد، أقامت كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس فلسوفية بعمان بازارها الفصحية السنوية التاسع، والذي جاء برعاية المطران كبرائيل دحو النائب البطريركي في أورشليم والأردن وسائر الديار المقدسة، وبحضور رئيس جمعية السريان الأرثوذكس الخيرية جورج هزو وأعضاء الجمعية. واشتمل البازار الذي نظمته جمعية السريان الخيرية على معروضات وأشغال يدوية ومستلزمات لعيد الفصح المجيد من عمل سيدات الجمعية، ليعود ريعه إلى الفقراء والمحتاجين. وفي الختام قام سيادة المطران دحو بجولة في أنحاء المعرض، واستمع من القائمين عليه إلى شرح عن معروضاته وأهدافه. طبعا منقدم كل التهاني لسيدنا جلالة الملك، ومنتمنى له العمر الطويل وكل سنة وهو سالم. منشكر نورسات، وهذا البازار الأول اللي بده يفتتحه سيدنا المطران جبريل لألنا. شكرا لكم كثير كثير، كل سنه وانتم سالمين. طبعا هذا البازار يعود ريعه لمساعده الفقراء والمحتاجين، والسنه عملنا تصميم مختلف عن البازارات الماضيه، حاولنا انه ندمج فيه معنى عيد القيامه اللي هي صلب السيد المسيح، بعدين قيامته وفرحه القيامه. يعني بدينا في القديم والأحدث اللي هي فرحة القيامة، طبعا هي المظاهر الحديثة اللي هي الدجاج والبيض اللي هي الحياة، اللي هي المسيح أعطانا الحياة. طبعا هذا البازار السنة بيشاركوا معنا مجموعة من الطاولات، في مشاركة مميزة للجنة السيدات، لجنة سيدات السريان، احنا بنشكرهم على مشاركتهم معنا. وبهاي المناسبة بحب اني اقدم الشكر الجزيل لمكتب فضائية نورسات ممثل بالسيدة الدكتورة باسمة السمعان، وشكرا كثير لكم.